سلام يا بنات، لاباس عليكم؟ مزيان، صحه لاباس. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نوجد معكم الحامض مسير. حامض مسير هانتوما وقته، هذا خصنا نستغلوه، نديرو شويه ديال الحامض مسير في الدار. هنا عندي الحامض، شوفوا نتوما الكونتيتي اللي بغيتو. انا غسلتها مزيان، انا دابا خليتها ليله كامله وهي تستقطر. دابا تنعاود نتاكد انها ناشفه مزيان. ها انتم تشوفوا خصها تكون ناشفه مزيان. هاد الطريقه راها سهله بصراحه، نتمنى انكم تجربوها، غادي يصدق لكم 100%. ان شاء الله بحول الله، لا حشمنا، غادي يصدق 100%. اذا ها انتم هنا تقريبا عندي شي كيلو ونص ديال الحامض. نشوف هذيك الطاسه شحال غادي تهز ليا. اذا انا تنمسحو مزيان، ما خاصش يكون فيه الماء. هادو اللي تحت كانوا في الشبكه، راه بقاو شادين شويه ديال الماء، انا تنمسحهم. اذا الحامض ديالي ها هو عندي ناشف صافي. شنو تندير؟ ما هاد الطريقه هادي راه ما غادي نضيف فيها لا ما لا حتى شي حاجه، فقط غادي ندير الحامض والملحه. دابا هانتوما شوفوا معايا هاد الحامضه كي دات لها، فلحتها قسمتها على 4، ما راه باقا لاصقه من هنا، فقط غير فلحتها ياك. اذا غادي نديرهم كاملين ونرجع معكم بعد ما قطعتهم كاملين. دابا الطريقه شنو هي؟ الطاسة ديالي ها هي وجدتها، خاصها تكون ناشفة، خاصها تكون معقمة. هانتوما شوفوا الطريقة، غادي نقبض الملحة هانتوما وتندخلها لداخل، كمية لا بأس يا. تنحل بجوج طرفين، بجوج تنحلها القنت الأول هانتوما والقنت الثاني، وتنديرها في الطاسة ديالي هانتوما. بسم الله، نديرها هكا. غنمشي الثانيه نفس العمليه، واي وحده ضفتها على الثانيه تنحاول ندرك باش تنخرج منها هذاك الماء ديالها. هذا هو، هذه هي السر باش ما تخسرش لينا. نعمرهم مزيان، غادي نعمرو مزيان بالملحه وغادي نضغط. دابا هنا غادي نحاول ندخلهم بجوجته، تنضغط نفس الطريقه، خصني ما نخليش الفراغ. هانتوما ها هي عمرتها مزيان، وغادي نضغط. راه غادي ندوز غير واحد المده قليله، غادي تشوفوا بان طلق الماء ديالو، غادي يطيب في الماء ديالو، ما غنزيدلو لا ما لا حتى شي حاجه. اي وحده ضفتها غادي نبرك مزيان هكا بنفس الطريقه صافي، حتى نسالي الحامض ديالي كامل. شتو تنبرك هكا؟ تنظن هادشي. إذا نتمنى أنكم تجربوا هاد الطريقة، راها هانتوما غادي نبرك مزيان. صافي، إذا غنستعمل من بعد غادي نسد مزيان، غنسد مزيان. ولا بغيتو كاع باش تزيدو تأكدو، غادي ديروا واحد الرشيشه ديال الزيت من الفوق. شتو نزيد غير واحد شويه ديال من الفوق. تقريبا هنا هاد الطاسه راه زاد ليا واحد الكيلو، غادي نزيد نبرك مزيان. غادي تسد، غادي نزيدو هادي هاكا،
وهادي هكا، وغادي نبرك مزيان، نحاول انني نضغط صافي، وغادي نسد، انا غنبقى معاها حتى نسدها هانتوما. ها هي صافي، راك هي تخلت شتو، ديري الاشعار في نفس الوقت. هانتوما هاد العلبة، هاد الفرماجي تلقى في بيم، راها بخاتيك الصراحة. هانتوما شتو، هاي انا هاي دابا هادي، هاد ثلاثة عاوتاني غادي ندير قريعة واحدة أخرى، تا هي غادي ندخل فيها هادو. هنا نعاود هادي اللي بقاو لي غنديرهم في هاد القرعة، القرعة خصها تكون معقمة بيان سور. ونضغط، ما تنساوش تضغطوا باش تتعاونوا باش يخرج الماء ديالها. اذا غادي نحسبو، غادي نقيدو التاريخ فوقاش درنا هاد العمليه هادي، باش نعرفو بشحال استغرق لينا هاد الوقت باش وجد لينا هاد الحامض. هانتوما صافي، غنبرك مزيان شتو، باش تنساعدو انه يخرج الماء ديالو. هانتوما هانتوما كما تتشوفوا تيخرج الماء ديالو. هادشي غير دابا بلاتي، يعني واحد يومين ثلاث ايام غتلقى، يعني غتلقى نسبة مهمة ديال الماء. هانتوما تتشوفوا صافي، غادي نسد نسد اذا هنا راه ما غندير لا ملحه، ما غندير لا لا ما لا حتى شي حاجه، فقط غادي يطيب في الماء ديالو. ومره مره غنبقى يعني غنبقاو كل 3 ايام مثلا بحال هكا، تنمشيو تنتفقدوا الحامض ديالنا وتنقلبوه هكا باش يعني حتى ديك الفوقانيه يوصل هذاك الماء وصافي، تيطيب لينا في مره. يلا احبابي انا وريتكم الوصفه، ما تبخلوش ليا غير بلي جيم والبارطاج باش كلشي يستافد.